الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالإخوة الكرام إلى هذه الفقرة من كتاب لي ريكومبروندر. طبعا انتهينا مع أن بغي كولور مرة أخرى. هذه الفقرة إن شاء الله سنرى إن بينوار إن بينوار بور لي زوازو إن بينوار بور لي زوازو. بينوار المقصود بالمكان الذي نسبح فيه. نتكلم على لوفير باني كما نقول عامة أو السباحة، أنك تأخذ حماما. إن بينوار إذا نتكلم عن مكان يوضع فيه الماء ثم يدخله شخص مثلا، تماما كما عندنا في الصورة. طبعا هنا لا نتكلم عن إناء كبير مثلا ليدخله شخص، بل نتكلم عن إن بينوار بور لي زوازو. إن بينوار بور لي زوازو إذا نتكلم عن صندوق إن صح التعبير نضع فيه الماء لكنه خاص بالطيور. إذا كما تلاحظون عندنا جيل بغاز إيت انجينيور إي سبيسياليزي ترافو Et spécialiste des travaux de maçonnerie. Gilles Braz est ingénieur. Et spécialiste des travaux de maçonnerie. Il est très bien, monsieur Gilles Braz. Il est très bien, monsieur Gilles Braz. Il est ingénieur. Il est mohandis. Et spécialiste, tout le monde m'ochtas. Et spécialiste, tout le monde m'ochtas. Il est très bien, spécialiste, yani mutakhassis, des travaux de maçonnerie. Des travaux de maçonnerie. إذا متخصص في الأعمال البناء. طبعا ماسونغي المقصود بها فن البناء أو أعمال البناء. إذا مسيو جيل بغاز إيت انجينيور إي سبيسياليست دي ترافو دو ماسونغي. إيت انجينيور إي سبيسياليست دي ترافو دو ماسونغي. إذا نأخذ هذا النص دومان ودي تي لاجور جو كونستخويغي إين بينوار أون سيمون بور لي زوازو. دومان ودي تي لاجور جو كونستخويغي إين بينوار أون سيمون pour les oiseaux. Le lendemain, il fabriqua un caisson, mélangea le ciment avec assurance et le coula. Nous le laisserons reposer un certain temps, dit-il, puis nous enlèverons le moule. Puis nous enlèverons le moule. Et donc, comme on a, demain nous dit-il un jour, et donc, comme on a, nous dit-il un jour. Demain nous dit-il un jour. Nous dit-il un jour, et donc, comme on a, nous dit-il un jour. Demain. قال لنا دوما جو كونستخويغي انا سأبني. نتكلم هنا عن لوفير كونستخويغ. اذا عندنا هنا فعل بنا ومن مثلا لا كونستخيكسيون يعني البناء، او نتكلم عن بناية لا كونستخيكسيون. جو كونستخويغي اذا هنا انا سأبني. لوفير كونستخويغ كونجيغي او فيتور سامبل. جو كونستخويغي اون بنوار اون سيمون بور لي زوازو. انا سأبني إن بنوار طبعا كما هو في الصورة. إذا سأبني صندوق يوضع فيه الماء للسباحة أو للعوم. إذا دومان ودي تي لاجور جو كونستخويغي إن بنوار أون سيمون بور لي زوازو. إذا غدا قال لنا ذات يوم سأبني صندوق للعوم أون سيمون يعني بالسيمة. أون سيمون بالإسمنت بور لي زوازو خاص بالطيور لتسبح فيه الطيور. Le lendemain, il fabrique un caisson. Le lendemain, il fabrique un caisson. Eden Felrad, il fabrique. Eden Wassanaa. Ici, on a le verbe fabriquer. Bien sûr, conjugué au passé simple. Il fabrique. Eden Wassanaa. Wamina Matel Kalimat, la fabrication. Kamut Kalimat Sinaa. Kamun Akul Ansha'a ou Sanaa. Il fabrique. Le verbe fabriquer, conjugué. أو باسي سامبل كما نقول أنشاء أو صنع. أن كاسون إذا نتكلم عن علبة كبيرة. ميلونجا لو سيمون، ميلونجا لو سيمون إذا هو خلط قام بتخليط الإسمنت أفيك أسيغونس أفيك أسيغونس أفيك أسيغونس إلو كولا أفيك أسيغونس. طبعا كما عندنا هنا في الشرح أفيك أسيغونس سون سوبوزي دو بروبليم بدون أن تطرح هناك مشاكل. Il est sûr de savoir faire du bon ciment. Il est sûr de savoir faire du bon ciment. إذن هو متأكد de savoir faire بأنه يعرف يفعل يعرف ينشئ du bon ciment من الإسمنت الجيد. المقصود بأنه قام بخلط بشكل جيد. Le lendemain, il fabrique un caisson. إذا في الغد هو صنع أو أنشأ علبة كبيرة ميلونجا لو سيمون.
إذا طبعا قام بتخليط الإسمنت افيك اسيونس يعني بشكل مؤمن كما نقول بشكل مؤمن، المقصود بأنه قام بذلك عن معرفة كما ذكرنا قبل قليل إلو كولا، ثم قام بسكبه. طبعا عندنا لوفاب كولي، أحيانا نتكلم عن لوفاب كولي نقول مثلا لوكول، لوكول يعني أن الماء يجري، إلو كولا المقصود أنه قام بسكبها جعل تجري كما يجري الماء. نو لو ليسون روبوزي أن سارتان طو ديتيل، نحن سنتركها. أون إيسي لو فيغ بليسي كونجيغي أو فيتور سامبل، نو لو ليسون يعني نحن سنتركها، سنترك هاد العمل. نو لو ليسون روبوزي، سنتركه يرتاح أن سارتان طو بعض الوقت. ديتيل قال هو بوي نو زونليفون لو مول، بوي نو زونليفون لو مول، ثم سنرفع القالب الذي وضعنا فيه طبعا الإسمنت حتى تأخذ هذا الإسمنت شكل القالب الذي هو على شكل صندوق. دومان ديتيل ان جور جو كونستخوي اون بينوار اون سيمون بور لي زوازو، لو لوندومان إل فابريكا ان كيسون ميلونجا اون سيمون افيك اسيورونس اي لو كولا، نو لو ليسون روبوزي ان سارتان طون ديتيل بوي نو زونليفون لو مول. إيل دو سابسونتي كيلكو سومان، il dut s'absenter quelques semaines de son retour et l'enfila de vieux vêtements et le conduisait dans la cour. Il se pencha sur le moule. Écartez-vous tous, dit-il, nous allons maintenant découvrir le chef d'œuvre. Il dut s'absenter quelques semaines, il dut s'absenter quelques semaines de son retour et l'enfila de vieux vêtements et le conduisait dans la cour. Il se pencha sur le moule. Écartez-vous tous, dit-il. Nous allons maintenant découvrir le chef d'œuvre. Il dit, طبعاً عندنا le verbe devoir. طبعاً مصرف في le passé simple. Il dit. كما نقول كان عليه. Il dit. كان عليه s'absenter. أن يتغيب. عندنا le verbe s'absenter. عندنا فعل تغيب. إذا كان عليه أن يتغيب كيلكو سومان، كيلكو سومان بضعة أسابيع. دي سون روتور بمجرد عودته، دي سون روتور بمجرد عودته، إلو فيلا دو في فيتمون، إلو كوندويزي دو لا كور. إلو فيلا، طبعا لو فيرب أنفيلي يعني أنك تلبس بسرعة. إلو فيلا عدت معاني أخرى من مثلا أنك تدخل شيئا في شيء. إذن إلون فيلا، إذن هو لبس بسرعة. دو فيو فيتمون، لبس ملابس قديمة، لبس ملابس قديمة. إلو كوندويزي دون لا كور، ثم قادنا إلى الساحة، ثم قادنا إلى الساحة. طبعا هنا عندنا لو فيرب كوندوير يعني فعل قادة، كوندوير إل فواتور يعني أنك تقود سيارة. إلو كوندويزي، ثم أنه قادنا دو لاكو يعني أنه أخذ بنا إلى الساحة. إل سوبونشا سيغ لو مول، إذا هو إنحنى. طبعا عندنا هنا لو فيرب سوبونشي، عندنا فعل إنحنى. إل سوبونشا إذا هو إنحنى، كما تلاحظوا بأن لو فيرب سوبونشي أنه مصرف في لو باسي سامبل. إل سوبونشا إذا هو إنحنى سيغ لو مول، إنحنى انحنى على لمول على القالب، طبعا القالب الذي وضع فيه من قبل الإسمنت حتى يأخذ شكل صندوق، والذي سيوضع فيه الماء من أجل أن تسبح فيه الطيور. إيكارتي فوتوس، ابتعدوا. طبعا هنا عندنا هنا لو فيرب سيكارتي، ولكن مصرف لامبيغاتيف، مصرف الأمر، إذن هو يأمر من حوله حتى يبتعدوا، يقول لهم إيكارتيفو، ابتعدوا توس كلكم، توس كلكم، ديتيل يقول هو. نوزالو مانتونو ديكوفغيغ لو شيف دوفغ، نحن الآن سنكتشف، نحن الآن سنكتشف، كما عندنا هنا نوزالو ديكوفغيغ، سنكتشف، نوزالو مانتونو ديكوفغيغ، نحن سنكتشف الآن. لو شيف دوفغ، لو شيف دوفغ، كما نتكلم عن
سيد الأعمال، سيد الأعمال. إذا تنتكلموا على الشاف ديال الأعمال، كما عندنا هنا مثلا شاف دوفغ ان تخي بال اوفغاج، ان تخي بال اوفغاج. إذا نتكلم عن عمل جد جميل، كيلكو شوز دو تخي بيان في، كيلكو شوز دو تخي بيان في. إذا نتكلم عن شيء من المصنوع بشكل جيد، تخي بيان في، معمول بشكل جد جيد، تخي بيان في، معمول بشكل جد جيد. دو تخي بو، بشكل جد جميل، دو تخي بو، جد جميل. إذا نتكلم عن شيء تم عمله بشكل جميل وبشكل جيد، إذا نسميه لو شاف دوفغ، لو شاف دوفغ. إذا كما نتكلم عن سيد الأعمال، إذا هنا إيكارتيفو توس ديتيل، إبتعدوا كلكم، يقول هو. Nous allons maintenant découvrir le chef d'œuvre. نحن الآن سنكتشف لو فيرب ديكوفغيغ. باش مصرف هذا؟ طبعا مصرف في لو فيتور بروش، رغم أن الفعل ما مصرفش. علاش؟ أنا جا قبل منه لو فيرب آلي كمساعد. Nous allons découvrir، نحن سنكتشف. طبعا لو فيرب آلي يعني فعل ذهب، ولكن هنا ما تعنيش ذهب، ولكن يعني المستقبل القريب. Nous allons découvrir، نحن سنكتشف. إذا نتكلم عن المستقبل لكنه قريب، سيحدث، سيحدث بعد لحظة أو بعد لحظات. Nous allons maintenant découvrir le chef d'œuvre، نحن سنكتشف الآن، نحن سنكتشف الآن سيد الأعمال كما نقول. Il dut s'absenter quelques semaines dès son retour et l'enfila de vieux vêtements et le conduisit dans la cour. Il se pencha sur le moule. Écartez-vous tous, dit-il. Nous allons maintenant découvrir le chef d'œuvre. Nous étions mis d'impatience, mais dès que papa commença à démouler la peignoire, une sorte de grincement retentit et un tas de poussière et de moellons se répandit à ses pieds. Se répandit à ses pieds. Papa était silencieux et consterné. Cela ne fait rien, papa. Nous savons que tu as fait de ton mieux, dit-il gentiment. Idem, nous étions mieux, nous ne connaissons sa mitine. Taban n'a qu'un chez in. Nous s'est fouché un bien mieux. Taban fait un net n'a qu'un mieux. Yanni un n'a sa mita. Ou sa mita le moudakar. Nous étions mieux, نحن كنا صمم، نحن كنا صامتين، دان باسيونس، من اللا صبر، طبعا لا باسيونس الصبر، لان باسيونس عدم الصبر، نحن كنا غير صابرين، وبالتالي كنا صامتين، نوزيت يومي دان باسيونس، إذا نحن كنا كما نقول صمم، من عدم الصبر، مي ديكو بابا. Mais dès que papa commença à démoler la baignoire, commença à démoler la baignoire. طبعا démoler يعني أنك تخرج شيئا من القالب. إذن هنا mais dès que papa، ولكن بمجرد أن أبي، إذن الكاتب هنا يتكلم عن أبي. Mais dès que papa commença à démoler la baignoire، ولكن بمجرد أن أبي بدأ commença. Ici, de la même façon, on a le verbe commencer au passé simple. Mais dès que papa commença à démoler la baignoire, voilà qu'il peut manger avec un abi bada'a. Fi ikhraj la baignoire, min al qalab, une sorte de grincement retentit. Taba hna adna le verbe retentir, yani dawa. Le verbe retentir, yani fi'l dawa. Anna shay'an yudawi, yu'ti sawtan. Une sorte de grincement. Idem, bada hunaka shakl, une sorte, comme on a dit shakl, de grincement. De grincement, yani min sawt, yushbih sawt ihtikak al-asnan, ma'a ba'dha ba'dan. Yushbih sawt ihtikak al-asnan, ma'a ba'dha ba'dan. Ahyana nitkalam ihtikak al-hadid ma'a ba'dhi.
يسمع هذا الصوت، كنقولو حنا الزياط، إذن يسمى غانسمو. إذن طبعا الأب عندما بدأ يخرج هاد الصندوق المصنوع من الإسمنت من القالب الحديدي، طبعا بدأ يسمع هاد الصوت. إذن هذا الصوت بدأ يدوي إن صوغ دو غانسمو غوتونتي، إذن نتكلم عن هذا الصوت أنه دوى. أن طا دو بوسيغ إي دو مويلون سو ريبوندي أ سي بي. إذا نتكلم عن أنطا، إذا نتكلم عن ركام إي أنطا، لطا المقصود به ركام، ركام من ماذا؟ دو بوسيغ، ركام من الغبار، ركام من الغبار. إي دو مويلون سو ريبوندي أ سي بي، طبعا مويلون نتكلم عن حجر يفوق شيئا ما الحصى، إذا نتكلم عن حجر أو أحجار تفوق من حيث الحجم الحصى، إذا تسمى مويلون، يعني بقدر اليد. أنطا دو بوسيغ إي دو مويلون سو ريبوندي أ سي بي، إذا نتكلم عن ركام من الغبار وركام من هاد الأحجار سو ريبوندي، أنها انتشرت، انتشرت أ سي بي عند رجليه، إذا هناك ركام من الغبار وركام من الأحجار بالحجم الذي ذكرنا سو ريبوندي أ سي بي، أما انتشرت عند رجليه. بابا إيتي سيلونسيو إي كونسترني، بابا إيتي سيلونسيو إي كونسترني، إذا أبي كان صامتا إي كونسترني، طبعا كما طلعتنا كونسترني ديزولي تخي ديسي أكابلي، إذا نتكلم عن الأب بأنه كان حزين ديزولي تخي ديسي، طبعا نتكلم عن لو فيرب دو سوفوار، كما نتكلم عن فعل حزينة أكابلي، إذا الأب كان صامتا وكان يبدو حزينا. بابا إيتي سيلونسيو إي كونسترني، سولا نو في غيان، هذا لا يفعل شيئا، سولا نو في غيان، إذا هذا ليس له تأثير، سولا نو في غيان بابا، إذا يا أبي هذا ليس له تأثير، هذا لا يعني شيئا. نو سافون كو تي افي دو طون ميو، نحن نعرف بأنك فعلت دو طون ميو، يعني فعلت من أحسنك، المقصود أنك فعلت من أحسن ما لديك، أنت فعلت شيئا من أحسن ما لديك، أنت كمهندس وكمهندس بناء. سولا نو في غيان بابا، نو سافون كو تي افي دو طون ميو، إذا طبعا عندنا نو سافون بيان سور سي لو فيرب، سي لو فيرب سافوار كونجيغي أو بريزون، جو سي تي سي إل سي، نو سافون فو سافي إل ساف، نو سافون كو تي افي دو طون ميو، إذا نحن نعرف بأنك فعلت من أحسن ما لديك، هنا عندنا من أحسنك، نتكلم عن أشياء حسنة عندك وأنت فعلت منها، إذا نو سافون كو تي افي دو طون ميو. دي ليل جونتيمو، قالت ليل جونتيمو، يعني بأدب، جونتيمو بلطفين أو بأدب إلى غير ذلك. إذا نوزيت يوم ميو دان باسيونس مي ديكو بابا كومونسا أديموري لابينواغ إن سور دو غرانسمو أوتونتي إي أن تا دو بوسيغ إي دو مويلون سو ريبوندي أ سي بي. بابا إيتي سيلونسيو إي كونسترني، سولا نو في غيان بابا، نو سافون كو تي افي دو طون ميو. Dis-lui gentiment. Papa se pencha et ramassa un peu de ciment qui s'effrita en miettes sous ses doigts. Trop de sable, murmura-t-il. Eh bien, ça n'a pas marché. Voilà. N'empêche que j'ai bâti quelques-uns des plus beaux et des plus solides édifices du monde entier. Et des ponts et des routes sur des kilomètres de distance. Est-ce qu'une baignoire pour les oiseaux est plus difficile à construire qu'une grande maison, papa ? Demanda donc. Papa se pencha et ramassa un peu de ciment et s'effrita en miettes sous ses doigts. Eden Abi se pencha. مرات الأخرى نتكلم على الverbe se pencher. فعل إنحنى. Papa se pencha et ramassa un peu de ciment. Eden Abi إنحنى et ramassa et ramassa. ثم أنو جمع. طبعا عندنا لو فيرب غاماسي ان بو دو سيمون، غاماسا
إذا هو جمع أن بو دو سيمو، القليل من الإسمنت كي سيفخيتا. إذا نتكلمون على الراب سيفخيتي يعني فعل تفتت، كي سيفخيتا أميات، إذا التي تفتتت أميات إلى دقائق أو إلى فتات، سو سي دوا تحت أصابعه. إذا بابا سو بونشا إي غامسا أن بو دو سيمو كي سيفخيتا أميات سو سي دوا. إذن أبي إنحنى ثم أخذ أو جمع أن بو دو سيمو القليل من الإسمنت كي سيفخيتا التي تفتتت أميات إلى دقائق أو تفتتت إلى فتات، إلى فتات سو سي دوا تحت أصابعه. تخوض الصابل ميغميغاتيل الكثير من الرمل، الكثير من الرمال ميغميغاتيل، كما نقول أنه همس، همس هو المقصود بأنه تكلم بصوت منخفض. ماذا قال؟ قال تخوض الصابل الكثير من الرمال. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام بأن هذا العمل لم يكن صلبا بالشكل المطلوب. لماذا؟ لأنه ببساطة كان هناك القليل من الإسمنت مقابل الكثير من الرمال. نحن نعرف أنه خلط الرمال مع الإسمنت حتى يكون له هذا العمل، مادام أنه أكثر الرمال ثم قلل من الإسمنت بالمقارنة بكمية الرمال، إذن أكيد لن تكون صلبة بالشكل المطلوب. إذن يقول تخوض صابل، المقصود بأنني وضعت الكثير من الرمل ميغميغاتيل، إذن هو همس هو. قال بصوت منخفض إي بيان جيد سانا با مارشي، هذا لم يسير. سانا با مارشي هذا لم يسير، المقصود بأن هذا لم يعمل، هذا لم يكن ناجحا. سانا با مارشي هذا لم يسير، المقصود بأن هذا العمل لم يوفق. سانا با مارشي فوالا، هكذا فوالا، كما نقول هذه هي الحقيقة فوالا. نمبيش كو جي باتي كيلكوزان دي بلي بو اي دي بلي سوليد زيديفيس دي موند اونتي. إذن لومبيش هذا لم يمنع، طبعا لو فيرب اومبيشي، لو فيرب اومبيشي فعل منع، ولكن هذا الذي حدث أنه لم يمنع كوجيباتي كيلكوزان بأنني بنيت. طبعا عندنا هنا باتيغ، قلنا لو فيرب باتيغ، طبعا عندنا هنا لو بارتيسيباسي الخاص بهذا الفعل كما تلاحظوا اللي هو باتي مسبوق بلوكسيليغ افوار اللي مصرف في البريزون. إذا طبعا غنحصلوا على لو باسي كومبوزي دو فيرب باتيغ. جي باتي أنا بنيت كيلكوزان، كما نقول بعضها، بعضها دي بلو بو اي دي بلو سوليد زيديفيس دي موند اونتي، اي دي بلو سوليد زيديفيس دي موند اونتي. طبعا جي باتي كيلكوزان أنا بنيت، ومن كلمة باتيمون نقول أحيانا باتيمون يعني نتكلم عن العمارة. جي باتي يعني أنا بنيت كيلكوزان، كما نقول بعضها، نتكلم عن بعض الأشياء التي بناها. دي بلي بو من الأحسن، من أحسنها كما نقول. اي دي بلي سوليد ومن أصلابها، أنا بنيت بعضها من الأجمل ومن الأصلب. زيديفيس من البنايات، إذا أنا بنيت منها كما نقول أحسنها وأصلبها من بنايات، من أحسن ومن أصلب المنشآت. زيديفيس نتكلم عن إديفيس كما نقول منشآت أو بنايات. دي موند أونتي، دي موند أونتي من العالم كله، دي موند أونتي من العالم كله. اي دي بون ثم قناطر، ثم انني بنيت قناطر. اي دي روت ثم بنيت طرقا. سور دي كيلومتر دو ديستونس على كيلومترات من المسافة. اذا انا بنيت بنايات جميلة وصلبة، وبنيت قناطر وبنيت طرق ممتدة على كيلومترات دو ديستونس من المسافة. اسكين بينوار، إذن طبعا في هذا الوقت الذي كان الأب يقول هذا الكلام، إذن أحد الأبناء يقول له
Est-ce qu'une baignoire pour les oiseaux est plus difficile à construire qu'une grande maison papa? Qu'une grande maison papa? Demanda Adam. Est-ce qu'une baignoire pour les oiseaux est plus difficile à construire qu'une grande maison papa? Demanda Adam. هل صندوق للماء pour les oiseaux خاص بالطيور est plus difficile? هل هو أكثر صعوبة à construire للبناء؟ هل هو أكثر صعوبة من حيث البناء؟ كين غراند ميزون بابا من منزل كبير يا أبي. أنت نجحت في بناء منازل كبيرة لكنك الآن فشلت في صناعة صندوق صغير من إسمنت نضع في الماء. دوموندا دون يطلب دون أو يسأل دون. طبعا هذه من المفارقات التي قد تحصل أحيانا. تجد شخصا مثلا بارعا في أشياء كبيرة لكنه يفشل في أشياء صغيرة ويحدث هذا كثيرا وهذا يحدث كثيرا. بابا سوبونشا إغامسا أن بو دو سيمون كي سيفخيتا أميات سو سيدوا. ترو دو سابل ميغميغاتيل إي بيان سانا با مارشي. فوالا نومبيش كو جي باتي كيلكوزان دي بلي بو إي دي بلو سو لي زيديفيس دو موند أونتي إي دي بون إي دي روت سور دي كيلومتر دو ديستونس. Est-ce qu'une baignoire pour les oiseaux est plus difficile à construire qu'une grande maison, papa? Demanda Adam. Papa donna un coup de pied dans les moellons et se dirigea vers la maison. Trop de sable, répéta-t-il. Eden, papa donna un coup de pied. Abi a'ata darbata qadamin. Le maqsoud b'anno darba b'qadami. Papa donna. Papa adna nara verbe donné. Benafse tariqa anu msarraf. Fais le passé simple. بابا دونا ان كو دو بي اذن ابي اعطى ضربه قدم المقصود بانه ضرب بقدمه دون لي مويلون في هاد الحصيات كما ذكرنا قبل قليل في هاد الاحجار المصنوعه من الاسمنت وهي اكبر من الحاسه كما ذكرنا. بابا دونا ان كو دو بي اذن طبعا نتكلم عن فتات الاسمنت نتكلم عن هاد الصندوق من الاسمنت الذي تفتت إلى غبار وتفتت إلى أحجار تفوق الحصى بقدر ما أكبر من الحصى إلى حد ما. إذن طبعا عندما رأى الأب هاد العمل وقد أصبح على شكل حصى وعلى شكل غبار إذن طبعا هو ضرب رجله بهاد الأحجار. إذن هو ضرب هاد الأحجار برجله. بابا دونا أن كو دو بي دون لي موينو إي سو ديريجا فيغ لا ميزون. إذن هو ضرب هاد الأحجار ثم إيسو ديريجا ثم أنه توجه إيسو ديريجا ثم توجه لو فيرب سو ديريجي طبعا فعل توجه دو لا ميم فاسون كونجيي أو باسي سامبل. إذن هو بنفس الطريقة مصرف في لو باسي سامبل. إذن إيسو ديريجا فيغ لا ميزون ثم توجه نحو المنزل. ترو دو صابل غيبيتاتيل ترو دو صابل غيبيتاتيل الكثير من الرمال غيبيتاتيل répéta-t-il, yu'iduwa, karrarahuwa. Le verbe répéter, yani fi'al karrara, tu karrir, kalaman. Idan baqiya yu karrir, al-kathiru min al-rimal, al-kathiru min al-rimal. Yani maqsoud annani aktartu al-rimal afad al-amal, akid annau lin yinjah. Idan kama tal-lahduna, adna consterni kama ra'ayna, désolé, très déçu, accablé, thumma adna sefkhiti. سيفخيتي كما نقول تفتت طومبي اون بوتي مورسو يعني انه سقط في اجزاء صغيره امام اون بوسيير وحتى في الغبار وحتى في الغبار. نتكلم عن شيء تفتت الى حصيات صغيره اون بوتي مورسو قطع صغيره امام اون بوسيير واكثر واكثر او حتى الى غبار. نتكلم عن شيء تفتت إلى أحجار صغيرة أو قطع صغيرة وإلى غبار. طومبي أون بوتي مورسو أمام أون بوسيير أمام أون بوسيير. ثم عندنا كلمة إديفيس إذا نتكلم عن منشأة أو بناء. دو غروند كونستخيكسيون دو غروند كونستخيكسيون نتكلم عن بناء كبير أو بنايات كبيرة كما عندنا هنا. دو غروند كونستخيكسيون دو غروند ميزون نتكلم عن منازل كبيرة إذا نتكلم عن إديفيس إديفيس. إذن هذا فيما يخص هذه الفقرة
نلتقي إن شاء الله في الفقرة القادمة مع قصص أخرى. حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.